المنصوري من وصل على المركز الثالث بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء في 45 ثانية جزئين من الثانية. مشاهدينا الكرام، ما هي الانطلاقة لشوطنا إذن الثامن بمجموع الأشواط والشوط الثامن الخاص هنا أيضا بالزمول المهجنات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة لمسافة 8 كيلومترات خلال هذا الانطلاق والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الأداءات المتميزة في هذه المسيرة ونفتتح الصدارة والمركز الأول هنا بهذه اللحظات. ويأتينا هملول محمد بن عتيق بن علي بن خفية من يأتي على المركز بهذه اللحظات الأول وصدارة هذا الشوط خلال هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني عندك يا بن شميل من يأتي على المركز الثاني في هذه اللحظات. مزعل بينطلق هنا للسيد سلطان بن مطر بن شميل القتبي من ياتي على المركز الثاني وينطلق الى الصداره. الوصول من براق النواب بن نوح البلوشي من ياتينا على المركز الثالث. المركز الرابع ياتي ربدان للسيد علي بن محمد. نفتتح ابوابه خلال الانطلاق، ومزعل على الصداره على المقدمه على المركز الاول للسيد سلطان بن مطر بن شميل. الكاسبي على المركز الثاني، الكاسبي وملخيه الكاسبي للسيد مطر بن محمد بن نحروي. وزعفران زعفران 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 يتسلل من الجانب الاخر. يا سلام الله، زعفران يمعى بن عبيد بن دبيله الفلاسي من ينطلق بزعفران على المركز الثاني. الله 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 الله، يا سلام. ولكن مزعل سلطان بن مطر بن شميل على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من يسيطر على زمام الأمور؟ المركز الثاني زعفران يمعى بن عبيد بن دبيلة، من ينطلق بزعفران على ثاني المراكز؟ والمركز الثالث الغزال سلطان بن جراح الاكتبي. والمركز الرابع خوف الحمد بن يعان الشامسي. خامسا مطر بن محمد بن دحروي. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات والإثارة لمن الفوز؟ زعفران 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 زعفران، من ينتزع الصدارة ينتزع الفوز ينتزع الناموس هنا في هذه اللحظات. يا سلام، سيد جمعة بن عبيد بن دبيلة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وبن شميل عاد، بن شميل عاد، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. يا سلام الله، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ وبن شميل ينتزع الصدارة ينتزع المقدمة ينتزع المركز الأول هنا في هذه اللحظات. مزعل على الصدارة على المقدمة، سلطان بن مطر بن شميل تهانينا والناموس لا على هذا الفوز. المركز الثاني زعفران يمعى بن عبيد بن دبيلة. المركز الثالث صغار سعيد بن خليفه بن حميدان الفلاسي. المركز الرابع سالم سلطان بن جراح. المركز الخامس حمد بن سالم سعيد بن حلوقه. وفي المركز السادس الشامخ بسر بن عبد الله الربيثي وبن يعان سابعا. ونعود الى التوقيت الزمني ولحظه وصوله هنا. مزعل للسيد سلطان بن مطر بن شميل الاكتبي في 3 دقيقة 49 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، والسلام لأهالي المدام على هذا الأداء المميز. المركز الثاني 3 دقيقة 49 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية زعفران.